تنسيق المرحلة الأولى لشعبة أدبي 2020. طبعا كل الكليات اللي هتلاقوها في الفيديو ده هي كليات المرحلة الأولى. طب أي كلية مش هتلاقيها يبقى بالتالي هي نزلت مرحلة تانية. تابع معايا كل الأخبار وكل حاجة خاصة بالتنسيق على قناتي مستر مانو. لو مكنتش مشترك تشترك معايا في القناة دلوقتي، وسيب أي استفسار لو عايز تستفسر عنه. نبدأ مع بعض. اقتصاد وعلوم سياسية 405، ألسن كفرشيخ 398، اقتصاد وعلوم سياسية اسكندرية 397.5، اقتصاد وعلوم سياسية بني سويف 394.5، إعلام المنوفية 394، أسكن سويس بإسماعيلية 393.5، ألسن عين شمس وإعلام القاهرة 392.5، ألسن بني سويف 392، ألسن المنيا 391.5، ألسن أسوان 391، ألسن سوهاج 391، ألسن الأقصر 390.5، إعلام بني سويف 390، إعلام وتكنولوجيا السويس 389.5، آثار الزجاجيد 388.5، العقبة والتحرير للزجاجيد 388، إعلام جنوب الوادي 388، آثار القاهرة 386.5، آثار دمياط 386.5، آثار ولغات مطروح 385، وآثار الفيوم 384.5، العقبة والتهيب بني سويف 384، آثار أسوان 384 درجة، آثار الأقصر 383.5، آثار سوهاج 382.5، آثار جنوب الوادي 381، تربية الزجاجيد 388.5، ونص تربية المنيا 380، فنون جميلة اسكندرية 379، تربية طنطا 378.5، تربية عين شمس 378، تكنولوجيا رمز ومعلومات بني سويف 377، تربية بنها 376.5، فنون جميلة حلوان 376، تربية بورسعيد 376.5 درجة. هنكمل مع بعض باقي الكليات، وزي ما قلت الكليات اللي مش موجودة فبالتالي هي موجودة مرحلة تاني. تربية حلوان 376، تربية بني سعيد 395.5، تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5، تربية تعليم ابتدائي الزجاجيد 375، فنون جميلة أسيوط 374.5، تربية اسكندرية 373.5، تربية طفولة 373، تربية المنصورة 373، تربية تعليم ابتدائي المنيا 378، تربية مدينة سيناء 370.5، آداب العريش 369.7، تربية دمنهور 369، تربية تعليم ابتدائي طنطا 368، تربية جنوب الوادي 367، فنون جميلة المنيا 367، فنون جميلة الأقصر 365.5، تربية طفولة مبكرة بورسعيد 365، تربية سوهاج 364.5، تربية تعليم ابتدائي 367.5، تربية طفولة المنصورة 363، 362 عين شمس، آداب القاهرة 62، ابتدائي بورسعيد 61.5، الفيوم 61.5، تربية بني سويف 361، تربية أسيوط 361، تربية مطروح 361، تربية تعليم ابتدائي 360.5، تربية طنطا 360، تربية بنات عين شمس 369.5، حفلات 369.5، تربية تعليم ابتدائي 359.5، تربية 358.5، تربية طفولة مبكرة المنوفية، تربية السويس 358، تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5، آداب عين شمس 357، وتربية ابتدائي اسكندرية 356 درجة. آداب بنها 355.5، تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5، تربية قناة السويس بإسماعيلية 355، طفولة مبكرة أسيوط 354، 354 حقوق أسيوط، تربية ابتدائي السادات 354، تربية ابتدائي كفر الشيخ 353.5، تربية ابتدائي الزجاجيد 353، تربية نوعية المنيا 353، تربية نوعية بنات عين شمس 352، حقوق المنيا 351.5، آداب حلوان 351.5، تربية طفولة كفر الشيخ 351.5، تربية تعليم ابتدائي حلوان 350.5. معلش انا بقول بسرعة عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وكمان عشان نقدر نقول كل الكليات والمعلومات اللي تخص كل الكليات. وزي ما قلت بكرر تاني، اي كلية مش موجودة في المرحلة الاولى فبالتالي هي موجودة في المرحلة التانية، فتابع معايا الفيديو الاخر عشان تعرف انت هتدخل ايه ان شاء الله. طيب نكمل مع بعض. اداب حلوان 351.5، تربية جنوب كفر الشيخ 351.5، تربية تعليم ابتدائي حلوان 350.5، تجارة القاهرة 350.5، تربية طفولة بني سويف 350، آداب اسكندرية 350، آداب المنصورة 349، تربية السادات 348.5، تجارة جنوب الوادي 348، تجارة ابتدائي سويس 348، تجارة عين شمس 347، تربية طفولة الفيوم 347، تجارة عين شمس 347، تجارة المنوفية 347، تجارة حلوان 346.
آداب المنوفية 341.5، تجارة إسماعيلية 340.5، حقوق بورسعيد 339.5، آداب عين شمس 337.5، آداب انتساب بنها 337، آداب كفر الشيخ 337، تجارة انتساب 336، تربية طفولة ابتدائي 335.5، سياحة فنادق اسكندرية 335، تربية طفولة حلوان 340.5، آداب عين شمس 340.5، سياحة فنادق المنصورة 339، تربية ابتدائي فيوم 337.5، تجارة أسوان 337.5، تجارة انتساب القاهرة 337، تجارة ابتدائي إسماعيلية 335، آداب فيهم 335، تربية ابتدائي جنوب الوادي 334.5، سعر فنادق اسكندرية 343.5، بني سويف 334.5، تجارة بنها 334، آداب دمياط 334، آداب أسوان 333.5، تربية نوعية أسيوط 333، كفر الشيخ 33، آداب دمنهور 32، آداب اسكندرية 32، حقوق دمياط 32، نوعية القاهرة 31، تجارة بورسعيد 31.5، دمياط 31.5، عين شمس 31، آداب الوادي الجديد 31، سياحة فنادق حلوان 330.5، تربية فول السويس 330، تربية فول الإسماعيلية 330، تربية جنوب الوادي 330، تربية أسوان 330، وتجارة العريش 398.5. تجارة حلوان انتساب 329.5، تجارة بني سويف 329، تجارة حقوق 329، الوادي الجديد 29، سوهاج 29، عين شمس 28، والزجاجيل مطروح 328. تابع معايا على القناة، أنا بتابع التنسيق كل خطوة بخطوة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله، وكل واحد يحقق أمنياته وطموحاته إن شاء الله يا رب.